السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا وارث الحسن الشهيد سبط رسول الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن البشير النذير وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، السلام عليك أيها الوتر المهتور، السلام عليك أيها الإمام الهادي الزكي، وعلى أرواح حلت بفنائك وقامت في جوارك ووفدت مع زوارك، السلام عليك مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلقد عظمت بك الرزية وجل المصاب في المؤمنين والمسلمين وفي أهل السماوات أجمعين وفي سكان الأرضين، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وصلوات الله وبركاته وتحياته عليك وعلى آبائك الطاهرين الطيبين المنتجبين وعلى ذراريهم الهداة المهديين، السلام عليك يا مولاي وعليهم وعلى روحك وعلى أرواحهم وعلى تربتك وعلى تربتهم، اللهم لقهم رحمة ورضوانا وروحانا وريحانا، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن خاتم النبيين ويا ابن سيد الوصيين ويا ابن سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا شهيد يا ابن الشهيد يا أخ الشهيد يا أبا الشهداء، اللهم بلغ عني في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذا الوقت وفي كل وقت تحية كثيرة وسلاما، سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته يا ابن سيد العالمين، وعلى المستشهدين معك سلاما متصلا ما اتصل الليل والنهار، السلام على الحسين بن علي الشهيد، السلام على علي بن الحسين الشهيد، السلام على العباس بن أمير المؤمنين الشهيد، السلام على الشهداء من ولد أمير المؤمنين، السلام على الشهداء من ولد الحسن، السلام على الشهداء من ولد الحسين، السلام على الشهداء من ولد جعفر وعقيل، السلام على كل مستشهد معهم من المؤمنين، اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغهم عني تحية كثيرة وسلاما، السلام عليك يا رسول الله،
أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن. أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. يا مولاي يا أبا عبد الله، أنا ضيف الله وضيفك، وجار الله وجارك، ولكل ضيف وجار قراء وقراية في هذا الوقت. أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني فكاك رقبتي من النار، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.